صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم التلحين في قراءة القرآن؟ يقول أحسن الله عليكم: ما حكم التلحين في قراءة القرآن؟ التلحين التلحين لا يجوز التلحين، لأنه يحوله إلى غنى. تلحين يحول القرآن إلى أغاني، لكن كونه يحسن صوته بالقرآن ويؤدي القرآن أداء جيدا مؤثرا، هذا طيب من غير تلحين. نعم.